أن امبارح اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة شملت عددا من القيادات الأمنية، وذلك على النحو التالي: لواء طارق عطية مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، ولواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع الأفراد، لواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، لواء فهمي مجاهد نائب رئيس قطاع الأمن الاقتصادي، لواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، لواء جمال سلطان مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، لواء عصام سعد مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع الوثائق، لواء محمود توفيق مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطني، لواء إبراهيم مصري أحمد مدير إدارة القطاع العامة بقطاع قوات الأمن، لواء مجدي أبو الخير مدير إدارة عامة بقطاع التدريب.